الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتوا يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ربطوا حجرا على بطونهم فيكشف النبي فإذا به قد ربط حجرين على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما في بيتنا إلا مد بر، مد من قمح. هذا رجل لو طلب الجبال أن تسير الله يسيرها الله له ذهب ما فعل. فبأي شيء يمكن أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعود على ما بدأت به وأقول: ليس كلام خطابة ولا بلاغة ولا لباقة ولا فصاحة ولا حصافة ولا بيان، وإنما كلام صدق شهد الله على ما أقول. إنني متى أتيت الكلمات، متى أتيت البيان والبديع والبليغة واللغة من كل جوانبها، فاستشفعت بألفاظها وبيانها وبديعها ووجيزها، فقلت: أيتها الألفاظ، أيتها العبارات، أيتها المعاني، أيتها المباني، جرسا ولفظا ومعنا ومغزا، تعالي واحتشدي وتجمعي، علني أن أجد منك ألفاظا وكلمات وأشعارا وأبياتا أصف بها محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أقارب وصف محمد فتأبى الكلمات والحروف علي أبدا. لا يمكن، لا يمكن أن نصل الوصف ليلة من ليالي الحبيب المصطفى. ليه؟ أنا أقول لا يمكن أن نصل الوصف ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عبادة النبي في ليله لا يمكن أن ترتقي لها عقولنا، لا يمكن أن نفهم معنى عمق المعرفة التي ما بين النبي وما بين ربه جل وعلا، عمق الصلة، عمق الفهم لصفات الله جل ثناؤه. قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. سبحان الله. إذن لا يمكن أن نصل إلى حقيقة عبادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تواضع الحبيب. يعني إخواني ويا أحبابي، لما قال ذلك الرجل لنبينا صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا الحكم والله ما أريد به وجه الله، والعياذ بالله، هل في البخاري؟ قال: إن هذا الحكم والله ما أريد به وجه الله. فقال النبي: ثكلتك أمك، إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل؟ قام الصحابة ليقعوا فيه ليقتلوه، فقال منهاهم النبي ثم قال: أما والله، أما والله لو قتلتموه لدخل النار، أما والله لو قتلتموه لدخل النار. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قامة في كل شيء، أنموذجا في كل شيء. وإن الأصل أن عندنا ما نتعامل مع النبي أن لا نقيس حياة النبي ونقارن حياة النبي كحياة سائر البشر، لا يمكن أبدا. ليه؟ أعطيك لماذا. لأننا عندما مثلا نأخذ صبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نأخذ صبر النبي، لما وضعوا سل الجزور على رأس الشريف الطاهر، وتأتي السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، كما تحدثنا في الحلقة الخاصة بالسيدة فاطمة، تأتي السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ثم تذبهم عن أبيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصبر وهو يعلم أنه نبي مبعوث من عند ربه جل وعلا، وهو يعلم أن له دعوة، أنه لو مد يديه إلى السماء لخسف الله بمكة وأهل مكة ومن جاورهم، بل قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بل قال أكثر من ذلك، قال: لولا أن المؤمنين بين ظهراني كفار مكة بعد أن هاجر النبي لخسف الله بأهل مكة، فقال: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي لو تزين المؤمنون، لو تزايلوا، لو ظهروا دون غيرهم، لو بانوا دون غيرهم.
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأتي إليه من يأتيه فيشتمه ويكذبه. أبو لهب يسير خلف النبي يقول: أتصدقوه، إنه ابن أخي وأنا أعرف الناس به، إنه كاذب، إنه مجنون، إنه كاهن ويقول ما يقول. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم علم يقين، يعلم علم يقين أن هذا الذي تتكلم عنه ويسير أمامك الآن هو أشرف من خلقت يد الرحمن جل وعلا. بالله ربكم أسمعتم؟ يعني عندما نريد أن نفهم النبي لابد أن نأتي بهذه الصفات في أذهاننا. يعني يسير ورجل يقول عنه كاذب، رجل يقول عنه مجنون، رجل يقول عنه شاعر، يقول عنه كاهن، وهو يعلم أنه أحب خلق الله إلى الله جل وعلا، أحب خلق الله إلى الله جل وعلا. أيها الإخوة الأحباب، ماذا أقول عن النبي بربكم؟ ماذا أقول سيدي أبا الزهراء؟ إن القلب ينقبض وإن الكلمات تنحسر وإن الفكر ينحصر وإن الألم يعتصر، أن الكلمات تقف عاجزة أن تصل إلى مبلغك سيدي يا رسول الله. ولكن عذرنا إليك وعذرنا إلى الله أن هذا ديدن العظماء، فإن العظماء لا يعرفهم إلا العظماء، وإن للعظيم يوما يعرف فيه العظيم. ولله در أبي فراس يوم قال: سيذكرني قومي إذا ما جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وإنا نقول: ستذكرك الخلائق إذا ما جد جدها وفي أرض المحشر يفتقد البدر. في أرض يوم القيامة تفتقد سيدي يا رسول الله.